من عليه كفارة إطعام في رمضان، يقول هل لابنتي أن تدفع عن هذه الكفارة؟ هذا أمر. وتقول هل لها أن تدفع لأختها التي هي بنت هذا الرجل وهي محتاجة؟ فيما يتعلق بالمريض الذي لا يرجع بره، المريض مرض دائم لا يستطيع أن يصوم ولا يؤمل أن يشفى من هذا المرض، فالمشروع في حقه الإطعام لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال عنه، عن ابن عباس قال عن هذه الآية: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان، رواه البخاري. فدل على فقه ابن عباس، فدل قول ابن عباس، دل قول ابن عباس أن الإطعام يكون بدل الصيام للعاجز عجزا دائما، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لكن هذا منوط بالاستطاعة، فمن كان قادرا فإنه يطعم، أما من كان لا يقدر، يعني بمعنى أنه عاجز عن الإطعام، في هذه الحال إذا كان يعجز عن الإطعام فإنه يسقط عنه الفدية ولا شيء عليه. إذا تبرع أحد وأعطاه، كما هو ظاهر سؤال الأخت تقول إنها تعطي عن أبيها، فهذا إحسان منها، لكن ليس لازما. فإن أخرجت عن أبيها الفدية فتعطيها من ذكر الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هذا المسكين من هو؟ هل يصلح أن يكون ممن تجب نفقتهم على أبيها؟ الجواب لا، فيما في قول عامة العلماء أنه لا يصح أن يعطي الإنسان هذه الصدقة لمن تلزمه نفقته. لكن إذا كان كما فهمت من السؤال هو عاجز ليس عنده قدرة، بمعنى أنه لا تجب عليه النفقة، فهي إذا أعطتها لأبيها ليعطيها ابنته الأخرى الفقيرة المحتاجة لا حرج في ذلك.